السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناة إعدادات متقدمة. درسنا اليوم هو كيفية تخطي حساب جوجل أكونت لسامسونج A20S أو لجميع سامسونج أندرويد 8 9 10. نقوم بالضغط على جاكسيبس suivant numéro suivant ok ça n'a pas de توصيل شبكة الواي فاي. الآن إخواني الكرام سأقوم بالعمل على برنامج على الحاسوب. سنقوم بتوصيل الهاتف عبر كابل USB كما تشاهدون، ثم سنقوم بالعمل على برنامج لظهور نافذة يوتيوب على الموبايل كما تشاهدون إخواني.
إذن كما تلاحظون أحبائي الكرام، تظل لنا هذه النافذة، نضغط على أفيشي أو فيو بالإنجليزية، ثم ننتقل مباشرة إلى منصة اليوتيوب أو إلى جوجل كروم. أكسبتي نو ميرسي. نضغط على VN روم. VN روم. نضغط على هذا الرابط. Accept. Okay. ثم نعود إلى الواجهة الأصلية ونبدأ من الأول. Okay. الآن نقوم بكتابة الكود 4 أصفار كما فعلنا في الأول.